كده يا شباب، النهاردة فيديو جديد عن لعبة ماينكرافت مودات. هلا هنكمل حلقتنا جديدة في بناء النهاردة هنبني البيت. قبل ما نبدأ الفيديو يا شباب، متنسوش تعملوا شير وسبسكرايب. الحلقة اللي فاتت لو انتم شفتوها يا شباب قلنا هنبني بيت، مش لحقنا نبني بيت. النهاردة يا شباب هنبني بيت. لو انتم شايفين نص البيت مبني عشان كنت بصور وطلع مش كان بيصور. انتوا بقى يا شباب ما يكونش لعب الحاجات اللي حاصلة هنا، انتوا بس اكنكوا كده لسه شايفين. كنتوا بشوفت اكنكوا كنتوا معايا كل الوقت ده. ف يا سبايدر مان عاوز مني ايه؟ كده كده نكمل اكن ما حصلش حاجة عشان الخشب عندي خلصان، فلازم نروح نجيب خشب من الشجر. انا نسيت الشجر هناك ورا بيت الراجل اللي جايبه هنا. حاجات يا شباب اللي انا عملناها وانا مش بنصور، اول حاجة طلعنا من البيت القديم مع عايدة، تاني حاجة قابلنا القرية دي لقينا لوت خرافي، لقينا بوهيه واكل مدى الحياة. انا اصلا من الاول مشيت من البيت القديم عشان مش كان فيه اكل، دلوقتي بقى لقينا اكل ف هنعيش حياتنا. دلوقتي احنا بنجمع خشب. بطيخ بس لسه صغير لسه مكبرش. دلوقتي عاوزين نجمع خشب من ده عشان نكمل بيتنا الجميل الصغنن الابتدائي. دلوقتي يا شباب انا عمال اعمل كده سريع، عندي اكس بيكسر بسرعة. حلوة دي، حاجة حلوة بحبها في المدة. تقدر تعمل كده خلاص اتكسرت الشجرة. خدتش الباقي هنا ليه؟ اللي انا كل سايبه ده ليه؟ لا اتوقع كده كفاية 54 مش محلل. لو محلل هيكون تقريبا ستاك، اكتر من ستاك، الا ستاك تقريبا ستاك سفين، بس اكتر من ستاك بكتير يا شباب. دلوقتي بس تحللوا هيكون كده يا شباب بيت متلون من جوه. مشوها. انا كنت عامل الشباب البيت 8 في 8 في 6 لفوق ماشي. دلوقتي بس الحته دي هنا. دلوقتي يا شباب انا كنت في بالي احط كمان بلوك هنا، دي مش هتتحسب من البيت عشان هتشوف دلوقتي ليه. دلوقتي نعمل سلالم ماشي، اكتر من سلم كده 4 5 6 حاجة كده. نروح يزود ايه ال 23 سلم مش وحش. انا هعمل سلم باللي هو السقف الدائري. دلوقتي بقى نعمل كده، ايوه ماشي. انا بنصلح بعدين عادي. انا دلوقتي بحفر الارض. دلوقتي الشباب خلصت البيت، دلوقتي نعمل شيستات. في كرسي اوكشل ماشي، تزيينات للبيت. صندوق اللي انا كمان ايوه كده. دلوقتي بقى نحط حاجات كل حاجة هنا، كل حاجة الايرون. انا ممكن اصبح اعمل ادوات ايرون، الشمع هنا مش عندنا شمع، بس اعمل ادوات الايرون. اخيرا عملنا ادوات، خلصنا. فين بقى القرف ده؟ دلوقتي ممكن نزين البيت، انا خلصت فممكن نزين البيت. صح، لازم يكون خشب. ينفع نعمل
ايه ده بقى، هيكون مثلا زي كده حلو والله. مش نحط عليه حاجة صح؟ انا قصة قصة حطها فين دي؟ كنت عاوز احط ازازين بس مش معايا ازاز، ف تبقى مفتوح. بيتنا المتواضع خلص فدلوقتي والله، دلوقتي ما اعرف احنا نعمل ايه. ده في لامة هنا يعني باشا حاجة. انا كنت عاوز اوريك بقى الشباب هنا، بيوتهم جميلة شكلها. هنا كان في حاجات كتير. ايه ده، ده شكل البيت ده مرحتوش. يعيش يعيش وايه، بس البوشينات للتطوير دي نسيبها عادي. في هنا برضو حاجات. البيت ده مش شكل، ما دخلتوش شكل، دخلته زمان بس قروي قفل. اتوقع كده تكون حلقتنا خلصت بنجاح باهر. ده البيت ده كان لازم اطلع من فوق، ما اعرفش ليه، اتوقع الجليتش راح بيتين مرسبرين في بعض. تعال ده عشان ادخل اطلع تاني. بيتين جيران، جيران اصح، احلى اصحاب دلوقتي. نفسي يكون عندي اصحاب كده، الصحاب اللي نايمين مع بعض، صاحيين مع بعض، حياتهم مع بعض. دلوقتي صح سيدي، انا كده اروح اقول، انا بقول ايه كده شباب، انا نروح نستكشف البيت ده وننام قبليها. اوريك نسيت اوريك الديزاين، ديزاين كده تحت لونين، لون مختلف وفوق لون مختلف كده، حاجات كده غريبة. ايه ده ايه ده، ده بيت سرير يعني. نسيت اعمل باب، صح نسيت اعمل باب. كويس ان احنا رجعنا البيت، عشان نسيت اعمل ان ده اعمل باب. شكل الباب بتاع الخشب ده غريب، مش عاجبني. لا ايه ده، غير ايوه، ده احلى بكتير. في هنا شباب كروي جه يعني زي الرعاية بالظبط. دلوقتي راح نستكشف البيت اللي هنا ده، بعد ما نمنا وعملنا باب. شكل القرويين دول متواضعين. ده عنده كرافتنج تيبل بنفسجية. اوف 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 اوف، ايه ده بنت، اوه لا اوه لا، فتحنا حاجة جديدة. ده ايه؟ يبقى دي مش كرافتنج تيبل عادية، دي بس حاجات دروع من كرتون. لا دي حاجة جديدة دي. كرافتنج تيبل دي لازم نجيبها بيتنا. دي بحسبها كرافتنج عادية، طلعت ولا قربت من العادي. بيت هنا متواضع، في كرويني، فنشوف بيبيعوا ايه. عشان هنا يا نروح نحط الكرافتنج تيبل دي عندنا. ميبل كرافتنج تيبل اسمها كده، ميبل كرافتنج تيبل. ممكن تكون نفس الحاجة بس انا نسيبها هنا. المهم لقينا الحاجات دي كمان. انا شفت يا شباب وانا جاي، في هنا الجسر شكله حلو. شفت وانا جاي سفينة، وانا جاي لما مش كان بيصور. انا يا شباب عملت شيلد، انا كنت بقول لكم هخلص الحلقة بس عملت شيلد ولقيت المكان ده. اتوقع عشان نفسك شفت. اوف 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 بكبس مجاني ار 13 فلاولة. فلاولة فلاولة مين؟ 8 صوف. والله حلو حلو اوي. كده شباب ما تنسوش تعملوا شير لايك سبسكرايب. قلت الحاجات دي هنعملها بجد يا شباب. ما تنسوش تعملوا شير لايك سبسكرايب، عجبكم الدنيا بتاعي. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات نبقى نعمل ايه في الحلقة الجاية. ومع السلامة، باي باي.